الرائد اتحاد الجزائر يسجل فوزا مهما في هذه المباراة المحلية أمام رائد القبة الذي سقط أمام اتحاد الجزائر ذهابا وإيابا. الاختبار الأول للمدرب أيد جودي كمدرب رئيسي لاتحاد الجزائر بعد رحيل المدرب فرغاني كان ناجحا في مواجهة مثيرة جدا. سامي نورتي وتصفيقات حرة على المدرب الجديد للفريق الوطني الجزائري البلجيكي جورج ليكانس الذي حيا كل فريق منذ قليل. صعود 5 لاعبين ولكن الكرة قصيرة لطرغول قوية ممتازة من الحارس سوسير نسيم مباشرة إلى الركنية كاد يخدعه طرغول إلى قيد فريق زميت زوبير يفتح كاد غلط الحارس من زهير عودة طارق غول بالعقب ممتازة إلى زميت عنده متسع من الوقت لفتح هذه الكرة إلى ولد رابح قوية باليسرى قوية ولكن لم تكن خطيرة كثير على الحارس هجم زاير من يرجع للخلف ثم شوف وحده تماما عمور حذاري والهدف ممتاز عمور ممتاز عمور بعد مراوغة ودخول قوي في منطقة العمليات في الدقيقة 18 الهدف الأول لصالح اتحاد الجزائر ثم مهدي خلفوني على الجهة اليمنى فيه لاعبين ينتظروا في الكرة راح يفتح فعلا وهدف تعادل فعلا والهدف والهدف هدف التعادل من إيلو اللي كنا تكلمنا أنه يلعب ببطء ولكن رجع في المباراة التعادل في الوقت المناسب بالنسبة لاتحاد أو لرائد القبة أمام اتحاد الجزائر قبل نهاية الشوط الأول ب7 دقائق بعد فتحة من خلفوني على الجهة اليمنى وتعديل النتيجة تكون دائرية وصعبة فعلا من هناك وحده كاد مفتاح انه يسجل الهدف الثاني بعد توقف كل لاعبين ودفاع رائد القبة بقى يتفرج حتى الخروج لأسرير لم يكن موفق 100% من حسن حظه ان الكرة ضربت في الشبكة من الخارج زيري بلال طرغول يطلب الكرة على الجهة اليسرى توصل له عودة زميت سرعة خروج غير موفق من أسرير وعمور يتمكن من إضافة الهدف الثاني تقريبا في نفس الدقيقة دقيقة 18 في المرحلة الثانية برأسية يتمكن من إضافة الهدف الثاني بعد فتحة من غول طارق لا 5 فقط الآن في منطقة عملية مزاير لا ضايعة الهدف كنت نظن الهدف من رفيق بوسوار بعد خطأ كبير من هشام زاير كرام المسافة القانونية تلعب الكرة على مرحلتين توزيع يضيع رفيق بوسوار نهاية المباراة بفوز اتحاد الجزائر رائد الترتيب على رائد القبة الذي عمل ما عليه فعل ما كان يجب فعله في هذه المباراة ولكن خصمه كان الأحسن هو اتحاد الجزائر ليفوز بهدفين لهدف الهدف الأول في الدقيقة 18 لصالح اتحاد الجزائر عن طريق إذن فوز اتحاد الجزائر في هذه المواجهة وهو الفوز الوحيد المسجل خارج القواعد في هذه الجولة 16 لبطولة القسم الوطني الأول وأذكر أيضا أن لا تعادل في هذه الجولة وكل